هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإخوة الأخوات، نعتذر على هذا العطل وهذا التأخير في الحلقة للظروف الفنية، فجزاكم الله خير وشاكرين صبركم على البرنامج وعلى علينا، يعني حفظكم الله تعالى. إذن نزلنا في سلسلة البيوع وأنواعها مع صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس في حلقتها 24 إن شاء الله تعالى، وإحنا ذكرنا لكم أرقام الهواتف قبل أن نبدأ، لن نعيدها إن شاء الله تعالى لنستغل الوقت مع الشيخ. شيخنا حياكم الله ومرحبا بكم، ونعتذر عن هذا الخطأ وهذا الخلل غير مقصود. تفضل شيخنا حياكم الله، مرحبا بكم. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخنا، تفضل، مرحبا. نحن نتكلم على القبض وأنواعه، ذكرنا فيما سبق، نأخذ مراجعة خفيفة هذا في القبض وأنواعه، إذا كان نسينا الشيء فلعلك تذكر الإخوة المتابعين للبرنامج. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وبعد، فقبل أن نتكلم عن مسألة القبض في البيوع وغيرها، فقط لتسمح لي أن أتحدث دقيقتين عن مسألة مهمة. فقد خاطبني بعض الأطباء بارك الله فيهم، ويبدو أنهم مجموعة اتفقوا على أو طلبوا مني باتفاق أن أتحدث عن ضرورة التطعيم. يبدو أن وصلهم أن كثيرا من الناس أبوا أن يطعموا، لا أعرف، لظروف مختلفة، وحسن ظنهم بي وأن الناس يقبلون نصيحتي، فها أنا ذا أوجه هذه النصيحة لإخواني المسلمين في ليبيا وفي غيرها، أن التطعيم أصبح ضروريا، فإن المرض قد استفحل وانتشر وأصبح ضرره عظيما. وقبل أن أكمل هذه الكلمات، أنا أذكر المستمعين والمشاهدين بأنني نفسي يعني قد تناولت هذا التطعيم. فإذن الأطباء وهم متخصصون، ألا لست متخصصا في هذا الفن، ولذلك يعني اعتمدت على قولهم، والذين كلموني محل ثقة، فأنصح إخواني المسلمين كما ذكرت بأن لا يتركوا هذا الأمر، لأن المسألة فيها خطورة. نعم، والتطعيم قد جرب وتكلم فيه المتخصصون، فيعني لابد أن نأخذ الحيطة حتى نقلل الخطر أو نخففه على الأقل. هذه كلمة قبل أن أبدأ البرنامج، وبارك الله فيكم. أما بالنسبة لموضوع القبض، فالقبض هذا يعني هو استلام السلعة من قبل، في حالة البيوع، من قبل المشتري، وفي بقية الأمور كفي الهدية مثلا من قبل المهدى إليه، وهكذا
يعني في أشياء كثيرة، لأن هذه الأمور أو هذه العقود لا يتم الانتفاع منها إلا باستلامها، والقبض هو الاستلام، لكن القبض أنواع، أو هذا الاستلام له أنواع. نعم، فيعني كل نوع منها يختص بطريقة معينة. فبعض الأشياء لأن عندنا الأشياء تنقسم إلى قسمين بصورة عامة، نعم، المكيلات والموزونات والمعدودات هذا قسم، وبقية الأمور قسم آخر. النوع الأول هذا يطلق عليه ما فيه حق توفية، ما فيه حق توفية، هذا توفية بماذا تكون؟ إما بالكيل أو الوزن أو العد. بعض الأشياء تكال كيلا كالقمح والشعير والأرز وما إلى ذلك، وبعضها توزن وزنا، ولا يستغرب أن تكون السلعة الفلانية في بلد تكال كيلا فهي من المكيلات، وفي بلد آخر توزن وزنا فهي من الموزونات، لا يضر ذلك. نعم، فهذا العرف هو الذي يتحكم في مسألة كيفية قبضها. هذا بالنسبة ما فيه حق توفية، قلنا التي تكال والتي توزن والتي تعد. يعد مثل ماذا؟ مثل البيض مثلا وما شابهه مما يباع عدا، ولا يؤثر علينا إن كان في بعض البلاد يوزن وزنا. فهذه المرجع فيها للعرف، فإذا كان العرف يرى أنها من الموزونات فذاك، ومن يرى أنها من المعدودات في ذاك فذاك. وقد مر بي قول القاضي عبد الوهاب عند رحلاته مستغربا، قال هذه البضاعة أو هذه السلع عندنا توزن وزنا أو تعد عدا، وفي مكان آخر مررت به وجدته يباع عكس ما عندنا. وهذا يدل على أن المسألة تخضع لأعراف الناس. هذه بالنسبة لي ما فيه حق توفية، وما ليس فيه حق توفية تختلف أيضا أو يختلف طرق القبض فيها، نعم، حسب عرف البلدان المختلفة. فأحيانا سأضرب أمثلة أحسن، أحيانا يكون هذا القبض بالتخلية، والتخلية معناها أن تخلي أو البائع أو المهدي أو ما شابههما يخلي بين هذه البضاعة وهذه السلعة وبين المشتري أو الموهوب له إلى آخره. يعني مثلا في الأراضي، كيف يمكن قبضها الأراضي؟ نعم، بعد التأكد من حدودها وحدودها المختلفة من الجهات المختلفة، عندئذ يخلي البائع بينها وبين المشتري، يقول له هذه قطعة الأرض التي اشتريتها مني وهذه حدودها، ولك الآن أن تتصرف. هذا قبض لا فيه لا كيل ولا وزن ولا غير ذلك، إلا أننا نقول بعض الأراضي أحيانا تكون مبيعة على الكيل، أي كذا كذا متر أو كذا كذا هكتار أو ما شابه ذلك. فبعد أن تكال، نعم، ويعرف كيلها ويعرف قياسها، يخلى بينها وبين المشتري أو الموهوب له أو المهدى له، فهذا قبض. هذا بالنسبة لي
غير المكيلات وغير الموزونات وغير المعدودات. السيارات مثلا قبضها أن يسلم البائع مفاتيح السيارة للمشتري بعد إخراجها من مستودعه أو ما شابهه، وكذلك في المعارض والديار التي تضم هذه السيارات. فهذا تسليم المفاتيح يعتبر قبضا، أو تسلم المفاتيح يعتبر قبضا، وهكذا الأمور الأخرى. نعم، فالعمارات مثلا تسليم المفاتيح، مفاتيح الشقق، المفاتيح الرئيسة في المبنى، والتخلية بينها أو بين البائع وبين مشتريه أو مشتريها أو التي أهديت إليه أو إلى آخره. نعم، فبين صاحب البضاعة أو السلعة وبين التي هي الآن في حوزته، فهذه تختلف. نعم، وقد يكون العرف في بعض البلاد يختلف عن العرف في بلاد أخرى، فالمراعى في كل ذلك هو مسألة العرف أيا كان. هذا بالنسبة للقبض، وهذه مسألة مهمة، مسألة القبض، لعل بعض الناس يدور بخلدهم لماذا نتوسع كثيرا في هذا القبض، وهل يترتب عليه شيء آخر؟ أقول نعم، يترتب على هذا الضمان. يعني إذا حدث حادث بهذه البضاعة فهل يضمنها البائع أو المشتري؟ هذه المسألة كلها تعتمد على مسألة القبض. فمثلا الطعام قلنا لا بد من قبضه، وقبضه هو أن يكال أو يوزن. فإذا حدث به شيء قبل أن يكيل، ومن الذي عليه الكيل أو الوزن؟ قال العلماء البائع هو الذي يجب أن يكيل هذا الطعام أو يوزنه حسب العادة والعرف. نعم، ثم بعد أن يقبضه، بعد أن يوزنه ويكيله، هذا هو القبض. فإذا حدث به شيء بعد ذلك فعهدته أو ضمانه من المشتري، أما قبل ذلك فضمانه من البائع. وكثيرا ما يحدث إشكال بين البائع والمشتري في مسألة الضمان. مثلا الزيت مما يكال في بعض البلاد، وبعضها يوزن وزنا، وبعضها يعد إذا كان في علب مضبوطة الوزن أو الكيل. فإذا حدث حادث، نعم، بعد الاتفاق على الشراء، بعد الشراء هذا الزيت وعلى كم اللتر أو القفيز أو غير ذلك، نعم، ولم يستلب بعد المشتري، وحدث له حادث، نعم، بأن مثلا حدث له أن انكسرت علبته أو إناؤه قبل أن يستلمه المشتري، فإن العهدة هنا والضمان على البائع. فإذا حدث له ذلك، نعم، بعد القبض، بعد الاستلام، فإن الضمان على المشتري. نعم، كثيرا ما يحدث في الأسواق أحيانا أو في المتاجر أن شخصا ما يريد أن يأخذ أو أن يشتري هذه السلعة، فيأخذها من درجها أو رفها، وبينما هو يقلبها تكسر، فعلى من الضمان هنا؟ المسألة هذه فصل فيها علماؤنا، قالوا إن كان صاحب المتجر أو صاحب البضاعة أو صاحب السوق قد أذن للمشتري في تقليبها، فإن المشتري هذا إذا انكسرت منه هذه البضاعة
لا ضمان عليه. أما إذا كتب مثلا على الأدراج أو غيرها هذه البضاعة لا تمس، ثم بعد ذلك خالف الأمر هذا المشتري وقلبها وهو يعرف أنها ممنوعة فانكسرت في هذه الحالة فإن الضمان على المشتري، وهكذا، وهو موضوع طويل عريض. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، بعد ما انتهينا من هذه المسألة جزاكم الله خير هذه المراجعة، شيخنا مسألة ما هي العقود قبل أن نبدأ في هذا الموضوع، ما هي العقود الممنوع مجموعها مع بعض، يعني سرد ثم تفصيل في هذه المسألة. نعم، بالنسبة للعقود الممنوع جمعها، هي العلماء يتحدثون عن ذلك عند بحثهم لموضوع البيع، ويعددون عددا من العقود عندهم ممنوع جمعها مع البيع، ثم ممنوع جمعها أو جمع بعضها مع بعض. والبيع انتهينا منه فعرفناه بالتفصيل، وهو عقد كما ذكرنا في أول التعريف لابن عرفة. فالبيع يمتنع جمعه مع ستة عقود، وهي الجعالة والصرف، الجعالة والصرف والنكاح والمساقات والشركة والقراض. إذن البيع يمتنع جمعه مع الجعالة والصرف والمساقاة والشركة والنكاح والقراض، فهذه ستة عقود لا تجمع مع البيع، لا يمكن أن يكون عقد يجمع بين البيع وبين بعضها، لكن لا بد لنا أن نشرحها. فنبدأ بالأولى وهي الجعالة أو الجعل، تحدث بذلك الفقهاء وتنطق بالاسمين، إما الجعل أو الجعالة. شو الجعل هذا؟ ما هو؟ أو الجعالة هي إجارة لكنها مربوطة بالإكمال، يعني يجي واحد يقول لواحد آخر نعم يعني أنا أدفع إليك أجرة على أن تحفر لي بئرا بستة أمتار مثلا عمقا ومتر أو متر ونص عرضا أو أي شيء مشابه لهذا، أو تأخذ هذه الكومة من القمامة فتخلصني منها، وهذه ليست كيلا ولا وزنا ولا عدا، بل هي مربوطة بالوفاء بما حصلت هذه الأجرة، يعني كوم من القمامة يقول صاحبها لشخص آخر يشتغل على هذه المهنة، يقول له يعني تخلصني من هذه القمامة كلها نعم بمبلغ كذا. فابتدأ صاحبنا يخلصه شيئا فشيئا، ولكنه بعد ساعة أو نصف ساعة أو بعد سيارة أو اثنين امتنع وقال لن أكمل هذا العقد فإنه في غير صالحي. فماذا يترتب عليه؟ الجعالة هذه صاحبها لا يعطى الأجر إلا إذا أكمل المتفق عليه، سواء كان ترابا أو قمامة أو حفرا أو بناء كذلك أو شيء نعم سموه جعالة أو جعل، هذا لا يستحق الأجرة صاحبها إلا إذا أكمل هذه المهمة. فإذا امتنع بعد أن خدم فيها جزءا فإنه لا يستحق لا دينارا ولا درهما، لا الأجرة كلها ولا جزءا، لا يقال يجب له
بحصة ما خدم، لا يجب له شيء إلا في حالة واحدة تحدث عنها العلماء، وهي كالآتي: إذا حدث العقد، عقد الجعالة بين شخصين، وبعد أن يعني أخذ شيئا ما في قضية ما تعاهد عليه، كما ذكرنا مثلا في بناء، نعم بناء ووصف وكذا كذا كذا متر أو كذا كذا طول وعرض إلى آخره، بعد أن يعني كان المفروض أن يرفع السور إلى 10 متر مثلا، رفعه إلى 2 متر ثم توقف وقال هذا لا يساعدني. هذا إن بقي السور على حاله ولم يظفر صاحبه بمن يكمله غير الذي تعاقد معه من قبل، فإنه لا يستحق شيئا أبدا. أما إذا وجد شخصا آخر قد دخل على هذا الأمر ليكمل ما بدأه الأول، فإنه الحالة هذه يعطى الأول بقدر ما أنجز. وهذه المسألة من يعرفها؟ يعرفها الخبراء. هذا الذي رفع السورة أو الحائط إلى 2 متر كم يستحق؟ لأن في فرق بين البناء لما يكون قريبا من وجه الأرض وبين البناء عندما يكون في نهايته أو بقرب نهايته، ولذلك هذه لا يعرف كم يستحق الأول من هذه الجعالة إلا الخبراء في هذا الفن. فهذه هي الجعالة إذن. وقد يقول قائل: الجعالة لا تكون إلا فيما ذكرت. أقول: لا، بل تكون في أمور كثيرة ذكر منها علماؤنا الجعالة على يعني تعليم الأولاد القرآن. فإذا اتفق ولي الطفل، نعم، والمعلم على أن يعلم ابن هذا أو عدة أبناء على أنهم إن حفظوا القرآن أو أتقنوا الرسم أو على شيء تعارفوا عليه واتفقوا عليه، فإنه يستحق الجعالة. وأما إذا فشلت هذه الأمور ورجع الطفل إلى أهله خاويا لم يظفر بشيء، فإن هذا الفقيه أو المعلم لا يعطى شيئا من الجعالة. نعم، كذلك يدخل في ذلك، قالوا، مشارطة الطبيب. فإذا إنسان مريض واستدعى طبيبا يعني وقال يعني علاجها معروف، نعم، وهو متخصص الطبيب في ذلك، فقال له يعني إن ذهب هذا المرض، والمرض ذهابه بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني الذي يستعمل في ذلك مقدمات البشرية. إذا شفي مريضي، إذا كان يتحدث الولي أو إذا تحدث مريض نفسه، يقول: إذا شفيت فلك كذا كذا دينار. فإذا شفي يستحق الطبيب ما تعورف عليه أو تعوقد عليه، وإذا لم يشفى خلاص عجز الطبيب عن فعل ذلك فلا يستحق شيئا. ربما يفهم بعض المستمعين أحيانا يقول: إذن معظم الأطباء اليوم لا يستحقون شيئا. أقول: لا، لأنه لا يوجد عقد جعالة بين الطبيب والمريض في بيئتنا إلا نادرا. أما يعني في الأزمنة القديمة كان هذا هو المتعارف عليه عن طريق الجعالة في كثير من الأمور، ومنها المعالجة كما ذكرنا. وهذا بالنسبة لي أول شيء من الممنوعات جمعها مع البيع. هل نستمر في ذلك؟ طيب شيخنا، طيب جميل. يعني هنا شيخنا يعني نريد إفهام المشاهدين كيف
يعني عدم الجمع الجعالة مع البيع. كيف الصورة يعني هذه عند الصور ذكرتها شيخنا بارك الله فيه كلها مسألة الجعالة، صور الجعالة، لكن كيف لا يتم جمعها مع البيع؟ يعني هذه سهلة جدا قضية البيع. يعني واحد منهم مع الجعالة قال لصاحبه: نعم اتفقنا على ذلك، على أن تشتري مني هذه السيارة أو هذه الدار أو هذه قطعة الأرض أو إلى آخره، سواء المجاعل أو المجاعل سواء. يعني إذا أدخل في عقد الجعالة أدخل معها عقد البيع فإن هذا لا يصلح. نعم نعم طيب جميل، جزاكم الله خير على التوضيح شيخنا. إذن الجعالة ونأخذ للصرف، يعني كيف الصرف؟ هو المقصود به النهي عن البيع والسلف، هو هذه المسألة والله مسألة أخرى؟ لا، هو البيع والصرف بالصاد. نعم، ولذلك جمعها بعض العلماء في نظم يقول فيه: عقود منعناها مع البيع ستة، ويجمعها في اللفظ جص مشنق، فجعل وصرف والمساقات شركة، نكاح قراض، منع هذا محقق. فهذه الستة عقود ممنوع جمعها مع البيع. ذكرنا منها الجعالة، ونأتي الآن إلى موضوع الصرف. والصرف معروف، يعني قضية عملة بعملة، لكن إذا كان العملة واحدة انتهينا، هذا ليس صرفا. وأما إذا كانت العملة مختلفة، نعم أنا مني دينار وأنت منك أورو مثلا، أو دينار ليبي ودينار مصري أو غير ذلك، فإن هذا صرف وليس بيعا. ولكن العلماء أحيانا يطلقون عليه بيع، لكنه إذا كان نقد ذهب وفضة أو ما يقوم مقامهما فإن هذا يسمى صرفا، فلا يجمع مع البيع. ولذلك لابد لنا من التمثيل في قضية كيف يجتمع البيع والصرف. البيع معروف، يعني عرفناه العقد متاعه، والصرف عملة بعملة ليس من جنسها، ويشترط فيه التقابض الفوري طبيعة الحال. فإذا اجتمع هذا الصرف مع بيع، يعني واحد باع لواحد سيارته واشترط عليه أن يصرف له مبلغ كذا، يصرف له يعني يدفع له بعملة أخرى. أما إذا كان بالعملة نفسها متاع البيع هذا ما ليس من قبيل الصرف. الصرف ضروري من أن تختلف العملتان، هذه لابد أن نفهمها. إذا اختلفت العملتان فهذا هو الصرف، سواء كانت العملات نعم يعني ترجع إلى الذهب والفضة كما كان من قبل، المسألة كلها تتعلق بالدينار والدرهم. فهما إذا استبدل الدينار بدراهم أو الدراهم بدنانير فإن ذلك صرف. لماذا؟ لأن العملة، لأن الفضة وهي الدراهم، لأن كانت الدنانير تسك من الذهب، ولا الدراهم تسك من الفضة، وكانت تختلف كم يساوي الدينار في معظم الأوقات التي يذكرها الفقهاء وغيرهم، نعم من قديم الزمان إلى وقت قريب، كانت يتراوح الدينار بين 10 دراهم و12 درهما، لا يزيد على 12 درهما ولا ينقص عن 10. لكن على كل حال يجوز، والحالة هذه إذا وجدت العملة بهذا الشكل مرة أخرى يجوز أن يتغير هذا الصرف، فيمكن أن يصرف الدينار بدرهم واحد أو 20 درهما، كل ذلك جائز. نعم
على أن يكون القبض فورا يدا بيد، لأن الصرف لا بد فيه من هذا الأمر، نعم، فهو متشدد فيه بعكس أمور أخرى. البيع مثلا كثير من الناس يعني يتساءل، البيع هل يمكن تأخير النقود فيه؟ نعم، ليس فيه مشكل، حتى بدون دفع شيء، بكله يتفق على أن هذه السلعة ثمنها 10,000 دينار ولا يدفع منها شيئا إلا بعد 6 شهور، وهذه بيع الآجال. نعم، بالنسبة إلى إذن النقد بنقد مخالف لي من غير جنسه، هذا صرف يسمونه، فلا يجمع بينه وبين البيع، فإذا دخل عقد البيع مع عقد الصرف بطل، أي العقدان. هذا بالنسبة للصرف. نعم، العملات الآن يعني كل بلاد عندها عملة، فإذا يعني تبودلت هذه العملات، عملة مصر مع عملة تونس، عملة تونس مع عملة ليبيا إلى آخره، فإن هذا صرف يجوز بما يتفق عليه، نعم، بين المتصارفين، ولكن لا بد فيه من القبض يدا بيد. نعم، هذا بالنسبة للصرف الذي يمتنع جمعه مع البيع. فجعل وصرف، والمساقات شركة. ما هي المساقة؟ المساقة يذكرها الفقهاء في باب طويل من أبواب الفقه، وهي أن رجلا، كلمة رجلا لا نعني به الذكر، وإنما أي إنسان، نعم، عنده غرس، عنده شجر، غرسه هو أو غرسه له غيره، نعم، ولكن هذا يطلب السقاية دائما، يعني أحد يسقيه الماء وينزع منه الأعشاب المضرة إلى آخره، ويعيله إلى أن يطعم. فالذي يرضى بأن يسقي هذا الشجر أو هذا الشجر، فإن هذه هي المساقة. نعم، واتفقوا عليها، نعم، في بعض التفاصيل. ويقوم المساقة، نعم، الشخص الذي يسقي هذه الأشجار إلى أن تطعم، أو إلى مدة معينة ك5 سنوات أو 3 سنوات إلى آخره، فهذه هي المساقة. نعم، فهذه لا يمكن جمعها أو يمتنع جمعها مع البيع. فإذا كان صاحب الأشجار، نعم، اشترط مع المساقات على هذا الذي سيسقي له زرعه أو أشجاره، يقول له بشرط أن تشتري مني هذه السيارة أو هذه قطعة الأرض أو هذه الدار، فإن هذا عقد باطل. لما؟ لأنه جمع بين مساقات وبين بيع. نعم، هذه هي المساقة، وهي معروفة في كتب الفقه. نعم، الثانية شركة. والشركة أنواع كثيرة في الفقه الإسلامي. نعم، نعم شيخنا، نعم نعم أسمعكم. أيوة، الشركة نعم يمتنع جمعها مع البيع، فلا يمكن أن يتم عقد شركة بين شخص وآخر على أن يدخل في هذا العقد عقدا آخر هو عقد البيع، فإن هذا باطل يفسخ. وإذن البيع جمعه مع الشركات ممنوع. والشركات أنواع كثيرة، بعضها مباح وبعضها ممنوع. فيوجد هناك شركة الأبدان وشركة الأموال، ويعني كثيرة جدا. نعم، فهذه إذا وجد أي عقد منها في الشركة، نعم، فيمتنع إضافة عقد بيع معها.
فهذه بالنسبة للشركة. نعم، ثم بعد ذلك عندنا نكاح قراض، يمتنع عقد النكاح إضافته إلى البيع، يعني يقول له زوجني ابنتك أو وليتك، ولكن يقول له الآخر نعم على أن تشتري مني هذه العمارة أو هذه السيارة أو هذه قطعة الأرض أو أي شيء. نعم، فهذا ممنوع، سواء كان البيع من الناكح أو المنكح. فاجتماع عقد النكاح، والنكاح عقد معروف يعني، نعم، فاجتماعه مع عقد البيع من أي الفريقين ممنوع، يفسخ ويبطل هذا العقد. نكاح قراض، القراض هذا عقد يعني بين شخصين، أحدهما يملك المال، نعم، ولا يستطيع أن يستثمره، والشخص الآخر له دماغ في استثمار الأموال وليس عنده نقود أو نقوده غير كافية، فيتفقان على هذا القراض، أن يعطي الذي عنده المال لهذا الذي عنده طرق لتصريفه واستثماره، يتعاقدان فيسلم الأول المال للثاني على نسبة من الربح. هذه النسبة ولا بد أن تكون نسبة، فيقول له على أن تعطيني 5% من الأرباح أو 50% من الأرباح أو حتى 90% من الأرباح، فيوافق الآخر، فهذا عقد، نعم، هذا عقد نسميه قراض، وعند بعض العلماء يسمونه مضاربة. فالمضاربة والقراض هما بمعنى واحد، لكن اصطلاح الفقهاء في بعض الأماكن اصطلحوا على مسألة القراض، وبعضهم اصطلح على مسألة القراض و قلنا ماذا؟ القراض و القراض والمضاربة، عفوا، نعم، القراض والمضاربة وهما بمعنى واحد. فلا بد إذن من أن تحدد النسبة. ولا بد أن ننبه على شيء يسأل عنه الناس كثيرا، وهي قضية إذا خسر هذا القراض، صاحب المال ما تصرف فيه جيدا، نعم، فخسر. هذا فرق بين مسألة إذا هو تعدى أو قصر أو فرط في هذا القراض في أمواله فإنه يضمن، أما في الحالة العادية التي ليس فيها تعد ولا ضمان ولا تفريط، وعفوا ولا تفريط، فإنه لا يضمن هذا الذي ضاعت منه أموال القراض، لأن يده طيب يد أمانة، والذي، نعم، والذي يده يد أمانة فلا يضمن، نعم، إلا إذا تعدى أو فرط أو قصر. نعم، طيب شيخنا، جزاكم الله خير وحفظكم الله تعالى، ويعني بارك الله فيك. نحن نأسف على الذي حدث يعني من الخلل، لكن لعل إن شاء الله المرات القادمة نتدارك هذا بسبب الظروف التي تعرفونها من قطاع الكهرباء وغير ذلك. إخوتي أخواتي، ختاما جئت نهاية اللقاء، إلى نلقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تدع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.